انا معايا المهندس مجدي ملوك وكيل وزاره الزراعه محافظه اسكندريه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ سامح، انا اهلا بيك. بشكرك على سرعه تواصلك معانا دائما والمبذول اللي حضرتك بتقدمه من اجل خدمه الفلاح المصري. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيكم. انا كان معايا الحاج محمود مصطفى ابو زيد من محافظه البحيره، هو بيقول ان هو تابع مديريه الزراعه في الاسكندريه. دي اراضي اصلاح زراعي كانت وضع يد وتم خدوا العقود الابتدائيه، هو في جزء 10 زراعة الجزائر. تمام. فهم معاهم عقود ابتدائية وكانوا عاوزين يستلموا العقود النهائية، ولكن قدموا طلب وقالوا لهم لازم تجيبوا لنا المساحة، وهم كان معاهم المساحة القديمة. ودلوقتي في صعوبة وفي مشاكل ان هم يعملوا مساحة جديدة، لان هي هتبقى ليها تكلفة عالية عليهم، وخصوصا ان هم عدد كبير في هذه الارض وما تعمل لهمش فرز وتجنيب. ممكن يبقى في لجنه معينه تنزل بالتعاون من مديريه الزراعه والاصلاح الزراعي العمل فرز وتجنيب، ونقدر ان احنا نخلد لهم وضعهم، ولا يبقى حلهم القانوني ازاي؟ هو طبعا يجي للاداره الزراعيه بالعمريه. انت أيوة. حضرتك عارف ان العقود كلها تحت العجز والزياده. ايوه. عقود الاراضي ما هياش دقيقه. أيوة. بتحديد المساحات. أيوة. بالنسبه للعقود الابتدائيه الاولى. أيوة لما صح. بيدفعوا ما عليهم لازم عشان ياخد العقد النهائي. أيوة. بيحصل تحديد للمساحه النهائيه عن طريق اللجنه اللي موجوده من الهيئه اللي ملكته. أيوة. اللي هي هيئه المشروعات. أيوة. وممكن ان احنا نتدخل في قطاع الزراعه في اسكندريه في ان احنا نسهل للفلاحين الامور دي. أيوة. عشان ينتبهوا للشغل والانتاج وما نخليهمش يتعبوا كتير في الحاجات الاداريه. أيوة. اللي بتخلي الفلاح يعني ان هو يتشتت شويه عن هدفه الرئيسي. ايوه احنا اهلا وسهلا بيهم، احنا هنقوم بالمهمه دي. أيوة. مكانهم، واحنا هنتعامل مع هيئه المشروعات. أيوة. في يعني شيل الصداع ده. توصلوا صوتهم، يعني انتوا تبقوا اداه في خدمه الفلاح في هذه المشكله. طبعا انا عايز الفلاح يتفرغ للعمل والانتاج، وخلينا احنا كجهات اداريه مع بعضنا ان احنا نحل مشاكل الفلاحين. بصراحة انا بشكرك، ويعني ده مجهود يعني يا ريت ان هو يبقى موجود في جميع القطاعات في الدولة في هذه الفترة، الروح اللي فيها الوطنية دي. بالنسبة للموسم الشتوي يا فندم، هنبتدي نصرف ولا ابتدينا نصرف فعلا، والصرف لمين؟ احنا ابتدينا بالفعل الصرف، لانه انت حضرتك عارف انه في ارصدة موجودة في الجمعيات من الفترة اللي فاتت. ايوه. والجمعيات هتصرف بالسعر الجديد اللي اتحدد. أيوة. والفرق في الاسعار ما بين السعر القديم والسعر الجديد هيكون لصالح دعم الجمعيات نفسها. أيوة. يعني ما فيش حد ابدا، ما فيش اي جهه، لا الوزاره ولا المحليات ولا غيره، هتاخد اي جنيه من فرق الزياده هيكون لصالح الفلاحين في جمعياتهم لعمل اي مشروعات ليهم او تسديد اي مديونيات عليهم او غيره. ايوه تمام. لكن أيوة. كميات السماد الموجوده في الجمعيات في محافظه اسكندريه خاصه جمعيات الائتمان، الكميه مناسبه جدا للمساحه المستهدفه. كويس جدا. طب دلوقتي في مزارع هيزرع قمح، هيصرف دلوقتي ولا بعد بدء الزراعه؟ لان هو في مزارع بيقول انا محتاج دفعه بحطها مع الحارته الاولانيه. تمام. اصل هو اقول لحضرتك الموضوع مش كله قمح، لان انا عارف ان في محاصيل اخرى، لانه في ناس صرف طبعا لمحاصيل شتويه ثانيه، وفي ناس صرف بتصرف لاشجار. ايوه صح. فايا كانت المعاينه اللي بيقوموا بيها مهندسي ومشرف الاحواض، فايا كان هو بيزرع ايه الفلاح بيصرف. ايوه يعني المعاينه هي المرجعيه الاساسيه بتاعتنا. طبعا، والمعاينه طبعا للي بيزرع في الارض مش المالك. ايوه. لانه عشان الناس تكون فاهمه كويس، المنظومه كانت قبل كده منظومه كانت خطا. أيوة. انه يجي المالك يصرف لانه هو صاحب الحيازه، ويكون هو قاعد افندي في اي محافظه او في اي مركز. طب لو جه لحضرتك مستاجر فلاح نقول عليه يعني ايه ضعيف، وفي نعم. مشاكل ما بينه وما بين المالك، ولكنه مستاجر ومعاه عقد ووضعه قانوني وبطاقه الحيازه مع المالك، ورافض ان هو يجي معاه المديريه عشان يصرف السماد، هل لو اتعمل له محضر معاينه ده كفايه ان هو يصرف؟ هو مش كفايه، ده هو ده فعلا الصرف بناء على محضر المعاينه بدون حضور المالك. دعوه بنوع طبعا، مالناش دعوه، احنا بنصرف للارض مش للبني ادم. اللي أيوة. بياخد السماد هو الارض. ايوه تمام. البني أيوة. ادم ما بيصرفش سماد يتغدى بيه. صح. فاحنا بنصرف للارض. المعاينه على الطبيعه بتقول ان اللي حاطط ايده بيزرع هو الفلاح فلان الفلان هو اللي بيصرف. جميل جدا. انا بتابع حضرتك بالنسبه لمشاريع التنميه وبالذات المراه الريفيه،
ايه الجديد اللي عندكم في اسكندرية لا وحضرتك بتتابعه؟ هو اللي انا ازف خبر بيه الحمد لله بناء على يعني الراجل المحترم وزير الزراعه في الحقيقه مساند قوي جدا لقطاع الانتاج الحيواني. احنا من امبارح بس بدانا موسم ذبح العجول الحمد لله، امبارح ذبحنا 30 عجل ما شاء الله. والنهارده 10. عملنا يعني حركه كبيره في اسعار اللحم في اسكندريه، كل التجار دلوقتي جايين بيقولوا يعني عايزين نخش معاكم المنظومه. أيوة. لان اللي مش هيخش منظومه اللحمه اللي بتعملها مديريه الزراعه عندنا هنا هو مش هيعرف يبيع اللحمه بتاعته. صح. احنا مش منافس للتجار، ولا احنا بنقول للتجار ما تشتغلوش وان احنا هنخليكم تقفوا وما تشتغل ابدا. انا عايز تاجر يشتغل بس يدخل ضمن منظومه تعاونيه انتاج القمح اللي احنا عاملينها في المحافظه. أيوة. في اسكندريه هنا هو، وبنقول اللي مش عايز يدخل وعايز يشتغل براحته هو براحته، ما فيش اجبار فيها، لكن يتحمل نتيجه السوق. النهارده بنقول انه مديريه الزراعه وان وزاره الزراعه والمحافظه قادره على عمل توازن في اسعار اللحمه في المحافظه. فعلا. احنا تجربه قمنا بيها والحمد لله لغايه دلوقتي الامور ناجحه جدا ما بين العلاقه المستهلك ومقدمي مستلزمات الانتاج من العلف وخلافه ثم الجزارين والتجار. في النهايه كل ده لصالح كل المنظومه حتى المستهلك كمان الحمد لله. الحمد لله. مهندس مجدي ملوك وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية، أنا بشكر حضرتك وبالتوفيق دائماً.